ثواني واشير السكرين. لما السكرين تظهر لكم كويس قولوا لي. ظهرت يا باشمهندس. تمام. النهارده هنتكلم على الدرس الرابع او الشيت رقم 4 معانا، هو Air Pollution and Fuel Consumption. هم يعتبروا درسين مع بعض بس الاثنين صغيرين والاثنين سهلين جدا، فالموضوع هتلاقوه خفيف، ومسألة السؤال ده او الدرس ده بتبقى سهلة قوي ومضمونة، فيعني بلاش تضيعوها. ده اسهل جزء ممكن تاخده فيه درجات بسهولة لان المسائل بتاعته افكارها بسيطة خالص، وحتى التريكات اللي فيها يعني تقريبا ما فيش. هو الموضوع كله هيبقى معتمد على اليونتس وكده، يعني لو انت مركز وانت بتحل اليونتس خلاص السؤال هيبقى بسيط خالص. فخلونا نبدأ كده واحدة واحدة مع بعض. مبدئيا هتكلم في الأول على الاير بوليوشن، وبعد كده هتكلم على الفيول كونسامشن. الاير بوليوشن بيتحل باستخدام تشارتس. التشارتس دي هتلاقوها عندكم في السلايدز، هنتكلم عليهم دلوقتي. هم 4 تشارتس. والموضوع ده عبارة عن ايه؟ ان احنا عايزين نحسب الاميشنز اللي طالعة من العربيات. كل نوع غاز بيطلع من العربية بيكون ليه جداول، مش كده وبس، كل نوع عربية المفروض ان هي بيكون ليها ستاندرد وجداول ليها هي لوحدها. ومش كده وبس، كمان لما العربيات بتقدم المفروض ان الريتس بتاعت الاميشنز بتاعتها دي بتتغير، ومعتمد على كواليتي علبة البيئة اللي هي بتركب في الشكمان دي وضعها عامل ازاي، وبناء عليه بتتغير نسبه الاميشنز. تسهيلا بقى لكل الكلام ده، احنا انت بس بتاخد فكره عن الموضوع، فهو بيكون عندك عدد واحد تيبل لكل نوع غاز عايزينك تدرسه، وانت هتلاقي نفسك بتدرس 3 انواع من الاميشنز، وبتدرس معاهم كمان الوقود المستهلك يعني. فانت من الاخر هندرس مع بعض النهارده كده 4 تيبلز مش اكتر. في ميزه حلوه قوي في الدرس ده ان التيبلز كلها التعامل معاها بنفس النظام، فبالتالي يعني تخيل انا جايب لك مساله فيها 4 مطاليب، الـ4 مطاليب بيتحلوا زي بعض، فما فيش فكره خالص في الموضوع، فانت سهل قوي انك تجمع درجات. لو انت بتعرف تحل مطلوب واحد منهم فانت هتعرف تحل الـ3 التانيين، او على حسب بقى لو مثلا مطلوب منهم 2 فانت لو بتحل الاولاني فهتعرف تحل الثاني على حسب مطلوب منك كام حاجه من الحاجات دي. مبدئيا كده في نوتس بسيطه خالص ان للتحويلات بس عشان لو حد ناسي، احنا بنحول من الكيلومتر للمره بنقسم على 1.6. ليه التحويلة دي موجودة؟ عشان الجداول عندنا بالميل بير اور، وانت طبعا اغلب تعاملاتك بتبقى دايما بالكيلومتر، فايه عشان ما تخشش في الجدول الا وانت معاك الديتا بتاعتك او بتاعت السرعة يعني بالميل بير اور. تحويلة تانية كده وارد انك تحتاجها، انه الجالون عشان نحوله اللتر بنضربه في 3.8. التشارتس دي بتستخدم في ايه اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي؟ احنا هنتكلم عن الاميشنز واستهلاك الوقود في 3 حالات. ايه الـ3 حالات دول؟ في حاله الديسيليريشن اللي انا واقف عندها بالماوس كده، ان انا كنت ماشي بسرعه معينه وخفضت سرعتي هروح لسرعه تانية، كنت ماشي بسرعه 50 ونزلت ل 20، كنت ماشي بسرعه 100 ونزلت ل 30، اي حاجه، يبقى ماشي بسرعه ورايح لسرعه تانية، عندي في 1 وعندي في 2. دي اول كيس. تاني كيس، خلينا نروح ناحية اليمين خالص، الكيس اللي اسمها ستوبنج، اللي هي ايه؟ كنت ماشي بسرعة معينة ايا كان هي كام، ووصلت بسرعتي لصفر، يعني السرعة التانية بتاعتي اللي هي في 2 بقت صفر. كنت ماشي ب 80 وصلت لصفر، ماشي ب 50 وصلت لصفر، ماشي ب 20 وصلت لصفر، ايا كان ماشي بكام ووصلت الى الصفر، يبقى دي حالة الستوبنج. حالة الديسيليريشن وحالة الستوبنج هتلاقيهم بيتحلوا زي بعض بالظبط، يعني لما نخش في المسائل هتلاقي الموضوع هو هو بالظبط. الفرق الوحيد ان ال V2 عندنا بدل ما هي برقم هتبقى بصفر. اما بنفس طريقة الحل مفيش فيها أي فرق. اللي مختلفة شوية هي الكيس اللي في النص دي اللي اسمها ايدل كيس. إيه الايدل كيس دي؟ الايدل كيس دي يعني العربية متوقفة تماما ولكن العربية شغالة، يعني مدور العربية وقاعد فيها وما بتحركش. دي كده كيس لوحدها. وليها حسبه لوحدها في الجداول. فيبقى من الاخر كده انت هتحس ان احنا عندنا 2 كيسز بس، ان انا عندي في 1 وفي 2، ايا كان بقى في 2 دي رقم ولا صفر، وعندي كيس بتاعت الايدل كيس. الايدل كيس دي
وده لسه هنشرحه مع بعض واحده واحده. لما نيجي نحلها مش هنخش جوه الجدول، هتلاقي في رقم كده في العنوان بتاع الجدول هو اللي بيحل لنا الموضوع ده على طول. فحاله الديسيليريشن وحاله الستوبنج بنخش جوه الجدول، حاله الايدل ما بخشش جوه الجدول، باخد رقم كده من على الوش كده، هاخد الرقم من على الوش ده واحل بيه على طول. طيب انا هل انا المشي في الطريق عندي هم الثلاث حالات دول بس؟ يعني انا يا اما بعمل ديسيليريشن يا اما هقف يا اما واقف اصلا؟ لا طبعا، انت عندك ان انا ممكن اكون ماشي بكونستنت سبيد وممكن اكون بعمل اكسلريشن. مش هندرس الحالات دي. بالنسبه لو انا ماشي بكونستنت سبيد هندرس حاله استهلاك الوقود، انما مش هندرس الملوثات، يعني مش هندرس الاميشنز، هندرس بس الوقود وهيكون ليه قانون مختلف. طيب بالنسبه للاكسلريشن لا مش هندرس الموضوع ده خالص، يعني مش هنيجي جنب سيره وانت بتعمل اكسلريشن استهلاك الوقود بيبقى عامل ازاي او الملوثات اللي طالعه من العربيه عامله ازاي. يبقى الاكسلريشن ده اعتبره كده كانها كيس مش عندنا خالص، والكونستنت سبيد دي هتتحل بقانون تاني خالص فكمان اعتبرها كانها مش عندنا خالص. يبقى احنا كده بندرس ثلاثه كيسز بس، ديسيليريشن او ستوبنج او ايدل كيس. خلينا نروح الاول بالجدول وبعد كده ارجع للسلايد دي تاني نتكلم احنا هنخش جوه الجدول بطريقه عامله ازاي. مثلا جدول زي اللي قدامنا دلوقتي ده، الجدول ده بيعبر عن ايه؟ لو قريت كده الكلام اللي بالعربي اللي تحت الجدول بتلاقيه بيقول لك العلاقه بين كميه اول اكسيد الكربون والتغير في السرعه. يعني الجدول ده بيحسب ال CO emissions. خلي بالك انت دايما هتلاقي نفسك بتحسب لكذا نوع غاز على حسب التيبل ده بتاع ايه، يعني ما تلخبطش نفسك خالص. افرض قلت لك الجدول ده بيحسب وقلت لك اي نوع غاز موجود في الدنيا، مش فارق طالما معاك التشارت قدامك بتخش جوه التشارت، مش مهم ايه الغاز اللي انت بتحسبه ده مش هيبقى فارق معاك، لان كده كده طريقه الدخول جوه التشارت واحده، فكده كده انت هتطلع في الاخر ايميشن من نوع الغاز اللي هو قال لك عليه. فانا هنا ده جدول بتاع سي او، يبقى الاجابه اللي انا هطلعها سي او ايميشنز. طيب تعالى كده نزوم ان على الواي اكسس وركز معايا هنا في الجزء اللي انا هعلم عليه الجزء ده كده. بيقول لك ايه؟ ان اليونت بتاعت الواي اكسس هي باوندز بير، معلش الخط وحش شويه، باوند بير 1000 عربيه او 1000 سبيد تشينج. يعني ايه؟ يعني الرقم اللي انت هتطلعه ده لو طلعنا رقم مثلا 10، ال 10 دول ايه؟ دول 10 رطل لكل 1000 تغيير في السرعه. يعني ايه؟ يعني كل ما العربيات تعمل السبيد تشينج اللي هنتكلم عنه ايا كان هو كان، مثلا بنتكلم ان العربيات بتغير سرعتها من 50 ل 30، يبقى كل ما 1000 عربيه او يحصل 1000 حاله تغيير سرعه من 50 ل 30، ال 1000 دول جايين من 1000 عربيه او جايين من 500 عربيه مش مهمه، ممكن نفس العربيه بتعمل التغيير في السرعه ده كذا مره، ما يهمنيش في الاخر عدد العربيات هنا كام في الحته دي، انا يهمني السبيد تشينج حصل كام مره. فبيقول لك ان لو السبيد تشينج ده اتكرر 1000 مره اللي هو النزول من 50 ل 30، يبقى انا كده طلعت الرقم بتاعي اللي هو فور اكزامبل مثلا 10 باوندز بير 1000 سبيد تشينج. هنخش جوه الجدول واحده واحده وهنفهم الموضوع دلوقتي، انا بس بعرفك المنظر العام بتاع الجدول بيقول ايه. طيب هتلاقي عندك الاكس اكسس هي عباره عن سرعات، سرعات بال ام بي اتش يعني ميل بير اور. يبقى انا عندي الاكس اكسس ميل بير اور، عندي الواي اكسس زي ما شفنا كده باوند بير 1000 سبيد تشينج. ايه بقى الخطوط اللي معديه جوه التشارت دي؟ دي خطوط سرعه بتعبر عن الانيشال سبيد، يعني الخط بتاع ال 30 ده الانيشال سبيد، 40 50 على حسب انت الانيشال سبيد السرعه الاولانيه اللي هي في 1 بكام. يبقى الخطوط المايله دي هي او الكيرفات دي هي اللي بتعبر عن الانيشال سبيد. اخر حاجه خالص عايز اكلمك عنها هي الايدلنج ريت. قلت لك دي حاجه كانت موجوده في العنوان بتاع الجدول، هتلاقي هو كده جاي لك في بوكس فوق خالص في السؤال بيديك رقم، الرقم ده بيبقى باونس بير 1000 فيكل دوت اور. فيكل دوت اور دي يعني هو ضارب العربيه في الساعه، يعني هو بيديك رقم للاميشنز اللي بتطلع من ال 1000 عربيه في وقت معين اللي هو ساعه. يعني هو قعد درس عدد معين من العربيات في عدد معين من الساعات وبيديك بعد كده الاميشنز بتاعت العدد ده. لو حاسس ان الموضوع صعب اول ما نخش جوه السؤال هتلاقي الموضوع اسهل من السهوله، الموضوع هنا ده سهل جدا جدا. تعالوا نروح للسؤال عشان ما نلخبطش نفسنا، بس قبل ما نروح للسؤال بس هقول لك ازاي
بحدد السرعه بتاعتي سريعه، قصدي الاميشنز بتاعتي سريعه لو انا عامل تشينج في السبيد. مثلا لو قلنا ان انا بدات اتحرك بسرعه 50 ووصلت لسرعه 20، احسب لي الاميشنز. هعمل ايه؟ ببدا من السرعه النهائيه، فانا السرعه النهائيه بتاعتي 20، يبقى هاجي من عند ال 20 دي وهطلع لفوق كده فيرتيكال لحد ما اروح للسرعه الانيشال اللي هي 50. بص، خبطت في كيرف ال 50، انا قطعت في النص كيرف ال 30 ولا 40 ما يهمنيش، خبطت في كيرف ال 50، اول ما اخبط فيه هقوم رايح كده هوريزونتال اشوف الاميشنز بتاعتي قد ايه. وما تنساش ان الرقم اللي هطلعه دلوقتي ده باليونت اللي انا معلم عليها عند الواي اكسس. طيب حاجه كمان ما تنساهاش، ان السرعات اللي انا بتكلم عنها دي كلها ميل بير اور، فلو جالك اي سرعه في السؤال بالكيلومتر بير اور لازم تغيرها عشان تعرف تخش جوه الجدول ده. طب تعالى نرجع كده تاني للكلام اللي هنا. بقول لك هنا ايه؟ بقول لك ان السبيد تشينج اهو، مثلا لو من 40 ل 30، بنبدا بان انا اخش بسرعه 30 اللي هي على الاكس اكسس، وبعدين افضل اطلع لحد ما اخبط في الكيرف بتاع السرعه اللي هي الانيشال سبيد اللي هي كانت 40، وامشي هوريزونتال لحد ما اجيب عدد الاميشنز اللي انا بتكلم عليها او الكوانتيتي اوف اميشنز اللي انا بدور عليها. طيب دي حاله السبيد تشينج. طيب لو انا عندي بقى اللي بنسميها ستوبنج او سبيد تشينج لحد الصفر، اللي هو لو انا رايح من سرعه معينه لحد الصفر، هيبقى الوضع ايه؟ هروح للجدول للتشارت كده وعايز حد يقول لي لو انا بتحرك من سرعه مثلا 40 ووصلت لسرعه صفر، في 1 40 في 2 0، يبقى قيمه الاميشنز هنا كام؟ حد يقول لي. يعني 30 كده هي 40 بقى 30 تبقى 30 بس 30. مقسومه على 1000. تمام، مش خلاص حلو قوي انك قلت ان هي مقسومه على 1000، هنسيب الموضوع ده كمان شويه. انا بتكلم هنا على الرقم اللي هيطلع لي من التشارت على طول، هيطلع لي رقم 30. زميلنا قال 30 ازاي؟ شاف السرعه الفاينل اللي انا وصلت لها، والسرعه الفاينل في حاله الستوبنج هي الصفر، فطلع بخط فيرتيكال من الصفر زي اللي انا طالع بيه كده، وراح لحد السرعه الانيشال. انا قلت ان السرعه الانيشال 40، فوقف عند الكيرف بتاع ال 40، فالخط الاحمر كده اللي انا طالع بيه ده وقف عند كيرف ال 40، وجاي يخش هوريزونتال لقى نفسه اصلا واقف على الواي اكسس، فمش محتاج انه يخش هوريزونتال في حته، ولقى الرقم اللي هو واقف عنده هو رقم 30. 30 باوند بير 1000 سبيد تشينج. طيب تمام، تعالوا نروح تاني كده. مهندس معلش، هو ازاي طلع لحد 40 وبقى في الاخر 30؟ تمام، تعالى نعيد الحته دي تاني. انا دلوقتي هبدا من بدات وانا ماشي بسرعه 40 وانتهيت بسرعه صفر، يبقى هخش الجدول باول سرعه اللي هي كام؟ او بالسرعه اللي انتهيت عندها اللي هي كام؟ السرعه النهائيه صفر في الاكس اكس. تمام، جيت من الصفر طلعت لحد السرعه الانيشال اللي هي كانت كام؟ 40. 40، هروح لحد كيرف ال 40، كيرف ال 40 انا اللي يهمني، كيرف ال 40 مش رقم 40، الكيرف ده. تمام، لما خبطت في كيرف ال 40 قلت ابص انا واقف عند فاليو كام؟ فبصيت على الفاليو دي لقيتها 30. 30 باوند بير 1000 سبيد تشينج. طيب عندنا حاجة أخيرة اللي هي الكيس الأخيرة. قول لي معاك، هو لو مثلا اداني سرعة غير اللي موجودة في الكيرف مثلا 35، أنا هرسم الكيرف بإيدي؟ لو اداك سرعة ما بين سرعتين هيبقى رقم حاجة في المتوسط. يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أرسم مثلا ما بين 60 و50، سرعة 55، أكيد الكيرف هيبقى عامل كده حاجة في النص ما بين الكيرفين دول. تمام ماشي. وفي الغالب معلش باشمهندس السؤال، في 95% من المسائل هيجي لك حاجة على الكيرف على طول عشان ما تقعدش تجيب أنت رقم من دماغك. ممكن يديني العكس يا باشمهندس؟ عكس ازاي؟ يعني بس يقول انيشال 20 والفاينل 40. دي كده حاله اسمها اكسلريشن. انا قلت لك احنا هندرس الاكسلريشن ولا لا؟ ايوه انا قلت مش هندرس الاكسلريشن، فهيبقى احنا ان الانيشال سبيد تبقى اقل من الفاينل سبيد دي حاله مش عندنا. تمام تمام، ليها تشارتس ثانيه يعني مش هندرسها. تمام، كله يقفل المايك يا شباب. شباب اللي فتح المايك يقفله.
حسبنا كده او عرفنا طريق حساب، لو انا بغير السرعه من سرعه عاليه لسرعه واطيه يعني بعمل ديسيلريشن، او بغير السرعه من سرعه لحد صفر يعني بعمل ستوبنج. الحاله الاخيره اللي هي الايدل، اللي هو لو انا واقف بالعربيه بس مدوره. طيب الحاله دي بعمل ايه؟ بطلع الرقم من الجدول اللي هو مثلا زي اللي قدامي ده كده اللي هو 2430، باخد الرقم ده على طول وهو ده اللي بتعامل بيه في السؤال. بتعامل بيه ازاي بقى؟ هتلاقي عندك كده ال number of vehicle بنضربه في ال number of hours، ده بيدينا رقم اسمه مركبة دوت ساعة. يعني ايه الرقم اللي بالمركبة دوت ساعة ده؟ ده رقم اصلا بيكون جيفن ليك في السؤال. يعني ايه؟ هو بيقول لك ان انا عندي مثلا 70 مركبة ساعة، عندي 80 مركبة ساعة. من الاخر كده هو عنده عدد عربيات وقف لمدة ساعة وعايز يدرس الاميشنز بتاعته. فهناخد الرقم اللي بالمركبة ساعة ده ونضربه في الريت اللي موجود عندنا في الجدول ده ونقسمه على 1000. طب ليه باخده بعد كده وبقسمه على 1000؟ هرجع للجدول كده بصة سريعة، عشان هو بيقول لي ان الرقم ده بير 1000 فيكل دوت اور. انا مش شرط عندي ان عدد العربيات عندي يكون 1000 بالظبط في السؤال. طبعا بقى ممكن يجي لي في السؤال 2000 3000 50 عربيه 20 عربيه، ايا كان بقى الرقم اللي هيجي لي. فبالتالي انا باخد الريت اللي هو مديهولي اللي هو 2430 ده وبقسمه على 1000، وبعد كده بضربه في رقم المركبه ساعه اللي هو مديهولي في السؤال. قال لي بقى 20 مركبه ساعه، 50000 مركبه ساعه، 100000 مركبه ساعه، زي ما يقول هو ده الرقم اللي بحسبه. لو مش فاهم اول ما نخش في السؤال نطبق عملي هتلاقي الموضوع ابسط بكتير. طيب اخر حاجه بقى، ان انا لو انا عايز اقول لك بقى هو الايميشنز اللي طالعه من السي او كلها قد ايه، هتجمع الايميشنز اللي هي في الكيس بتاعت الديسيليريشن زائد الايميشنز في الكيس بتاعت الستوبنج زائد الايميشنز في الكيس بتاعت الايدل، يبقى هو ده التوتال ايميشنز اللي طالعه لي من السي او ايميشنز. طب لو انا قلت لك احسب لي الكلام ده برضو ولكن لغاز تاني، اي نوع غاز تاني، يبقى نفس الكلام هتعمله تاني بس للغاز التاني وبعد كده تجيب لي توتال. فيبقى في نهايه السؤال بقى مستني انك ايه؟ انك بتقول لي توتال ايميشنز لانواع الغازات اللي مطلوبه منك جوه السؤال. قبل ما نخش كده في الاكزامبل، عندنا هنا جدول، الجدول اللي قدامك ده ده نفس استخدام الجداول اللي فاتت بالظبط، بس بيعمل ايه؟ هو مش بيحسب emissions الغازات اللي طلعت قد ايه، امال بيحسب ايه؟ بيحسب الوقود اللي احنا استخدمناه زياده قد ايه. ده قليل قوي بصراحه لما بيجي استخدامه في الاسئله، بس يعني انت لازم تكون عارف الشرح بتاعه. لو هو قال لك احسب الوقود الزياده المستهلك في حاله ان العربيه بتعمل ديسيليريشن او بتعمل ستوبنج او ايديال كيس، بنخش جوه الجدول ده وبنحسب الاديشنال فيول كونسبشن. طيب بحسبه ازاي؟ هو بنفس الطريقه بالظبط، بتشوف انت بادئ من سرعه كام ورايح لسرعه كام، وتخش جوه الشارت وتحسب. ولو انت في الايدل كيس بتستخدم الريت اللي موجود على طول في راس السؤال ده، ويبقى كده انت حسبت الفيول كونسبشن. طيب ثانية واحدة كده يا شباب، تعالوا ناخد سؤال كده على الموضوع ده. السؤال رقم 2 بيقول لنا ايه؟ بيقول لك احسب كميه كل من اول اكسيد الكربون واكسيدات النيتروجين والهيدروكربونات المنبعثه. يبقى هو كده طالب ثلاث حاجات، بالتالي هيديك ثلاثه تشارت وقتها. اللي دايما بيكون مع السؤال ده لما بيجي بيكون مطبوع لك كده تشارت تستخدمها. طيب بيقول لك نتيجة وجود طريق رئيسي يمر عليه حجم مرور خلال السنة له الخصائص التالية. هيبدأ بقى يديك الجيفنز اللي انت هتخش بيها جوه السؤال. بيقول لك ان عدد مرات التوقف بالألف 8540 مرة. عدد السيارات ذات الانخفاض في السرعة من 50 إلى 40 ميل
في الساعة بالألف 890. ممكن الكلام يكون رخم شوية كيونتس، بس أول ما نروح جوه السؤال هتلاقي الموضوع أسهل. أزمنة التوقف مركبة في الساعة بتساوي 70. تعالى كده إيه، ناخد الكلام ده كده سكريناه عشان السؤال يفضل معانا دايما بدل ما نفضل نطلع وننزل في البي دي اف. نخلي كده السؤال جنبنا وننزل نشوف الحل واحدة واحدة. مبدئيا انت هتبدأ تحل الكلام ده لنوع نوع من انواع الغذاء اللي هو طالبهم منك في السؤال. يبقى هو طالب منك سي او، وطالب ال ان او اكس، وطالب منك كمان ال اتش سي الهيدروكربون. ركز معايا كده، هو هنا بيقول لك ايه؟ قال لي ان عدد مرات التوقف بالالف 8540. يعني ايه عدد مرات التوقف بالالف؟ يعني انا كنت ماشي بسرعه وبعد كده نزلت الى الصفر. طيب هو سرعه الطريق كام؟ هتلاقيها جايه معاك في السؤال، لو ما قالهالكش في راس السؤال هتلاقيها جايه قدام اللي هو بيقول لك سرعه الطريق كام. فهنا بيقول لك الانخفاض في السرعه كان من 50 ل 40، يبقى انا عرفت ان سرعه الطريق هي ال 50 دي. يبقى انا التوقف عندي هو عبارة عن ان ايه، بعمل ايه، بتحرك من سرعة 50 الى سرعة 0. هو ده التوقف بتاعي، ده تعريف التوقف دلوقتي في السؤال ده، ان انا بتحرك من 50 الى 0. يبقى انا محتاج ان انا اخش في الجدول بتاع الـ CO واخش بسرعة initial 50 وبسرعة final 0 واشوف هيطلع لي رقم عامل ازاي. طب تعالوا كده نروح للتشارت ونشوف الموضوع ده. ده هو اللي تشارت بتاع السي او، لما الصوره بتاعته تيجي قدامكم قولوا لي عشان ابدا اشرح عليه. موجود موجود تمام. طيب انا بدات بسرعه انيشال 50 وبسرعه فاينل 0، حد يقول لي كده الخطوات هعمل ايه؟ هدخل على الزيرو واطلع لحد ما اخبط في ال 50، وهي دي البتاعه بتاعتي بما ان انا واقف على الزيرو اصلا، فمش محتاج اروح تمام عشان حلو قوي. يبقى الرقم اللي انا وقفت عنده ده اللي هو تقريبا دلوقتي كام كده بعينيك؟ 47 48 مثلا. ماشي، يبقى احنا تقريبا عندنا 47 هو ده الرقم اللي احنا جبناه. طيب الرقم اللي انا جايبه ده عباره عن ايه؟ ده 47 باوند بير 1000 تشينج. 47 باوند بير 1000 تشينج. طيب حلو قوي، المفروض ان انا اقسمه على 1000 طالما هو بير 1000 تشينج. بس هو جه في السؤال قال لي ايه، تعالى كده نرجع للسؤال بسرعه، قال لي عدد مرات التوقف بال1000. يعني بما اني عدد مرات التوقف الحقيقي كده دلوقتي بعباره عن 8540 ومضروب في 1000، ده كده عدد مرات التوقف. ان هو بيقول لك عدد مرات التوقف بال1000. طيب تعالى بقى نحسب الايميشنز اللي طالعه من الهيدروكربونز كده بسبب موضوع التوقف ده. يبقى انا بتكلم في الريت بتاعي اللي انا جبته من الجدول هو 47، بس ده لازم اقسمه على 1000 وبعدين هضرب في ال 8540، بس الرقم ده عدد مرات توقف بالألف فالمفروض تضربه هو كمان في 1000. طبعا الألف هتطير الألف، فبالتالي هتلاقي مش مكتوبه قدامك في البي دي اف، وهتلاقي ان الرقم اللي طالع لك اللي هو 401380. يبقى الايميشنز اللي عندي للسي او ايميشنز بسبب التوقف من 50 لصفر هو 401380. حد عنده اي مشكله في الموضوع ده ولا سهله؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام. طيب بالنسبه ان انا اخفض السرعه، نفس التفكير بالظبط، حد كده يمشي معايا وانا بخفض السرعه من 50 ل 40. هنعمل ايه يا شباب؟ نخش بأني سرعه دلوقتي؟ اخش ب 40. اخش ب 40 واروح اخبط بكيرف ال 50 واقوم ماشي شمال هوريزونتال. لو عملت كده طبعا بقى هنا بيكون في فاريشن كده، يعني انت تخش شمال تلاقي واحد صاحبك حاسبها 15، انت حاسبها 16 وهكذا. يعني دايما بيبقى في رينج للاجابه الصح، يعني مش الرقم بيبقاش مقفول قوي، لان طبعا ده معتمد عليك ايه وانت داخل كده هوريزونتال وبعد كده تشوف الرقم بتاعك، بيبقى في كده يعني بلس اور ماينس رقم بسيط كده. فهنفترض مثلا ان الرقم اللي احنا قطعنا عنده هو 18، هنضرب ال 18 ده في ايه؟ تعال نشوف السؤال. هضرب ال 18 ده في عدد العربيات اللي عملت الانخفاض ده،
الانخفاض في السرعه دي، فعدد العربيات ده بالالف كان 890. يبقى انا هطلع كالكوليتر تاني، عندي الرقم اللي طلعته من الجدول من التشارت قصدي 18، هقسمه على 1000 لان التشارت بيطلع لي الارقام وبقسمها بعد كده على 1000، وهضربها في 890 اللي هي عدد مرات الانخفاض في السرعه ده، بس قال لك ان عدد المرات ده بال1000، فيبقى هضربها كمان في 1000، طبعا ال1000 هتطير ال1000، يبقى لي ال 16020 باوند. طب كده انا حسبت حاله انخفاض السرعه وحاله التوقف، ناقصني حاله الايدل. اوعى تنساها، الناس كتير قوي بتيجي ساعات كده تسقط الحته دي. حاله الايدل دي خلي بالك دي اسهل واحده. ليه؟ لان مفيش دخول في التشارت ولا اي حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت في رقمين كده بيجوا لك في السؤال، هم اللي بيخلصوا لك السؤال. فين هم؟ اول رقم موجود في راس الجدول اهو، اللي هو ال 2430 ده. بس 2430 ده بير 1000 بيك الاور. طيب هتقسم ال 2430 ده على 1000. طيب هضربه في كام بقى؟ هتضربه في عدد اللي هو بيقوله لك في السؤال. فهو قال لك هنا ان ازمنه التوقف مركبه دوت ساعه 70. يبقى المعادله النهائيه عندي، افتح كده الكالكوليتر، المعادله النهائيه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 2430 اللي رحت جبته من التشارت، هقسمها على ال 1000 عشان دي كده اجباري الرقم اللي انت جايبه من التشارت، وتضربها بقى في الرقم اللي هو بيديه لك في السؤال اللي هو 70 مركبه ساعه. يبقى كده الرقم النهائي 170 تقريبا داون. يبقى التوتال سي او اميشنز بقى كام؟ لو انا عايز اتكلم عن السي او اميشنز كلها على بعض، اجمع الثلاث حاجات دول مع بعض كده يديك توتال اميشنز للسي او. حد مش فاهم الموضوع ده؟ لا تمام يا باشمهندس. معلش يا باشمهندس، بس اللي هو الشرط بس من 50 ل 40 ده، معلش ممكن تعيده تاني؟ تمام. تاني حاله اللي احنا دخلنا وشفنا السرعه من 50 ل 40، اللي سال السؤال كده يرد معايا، هبدا اخش جوه التشارت بسرعه 50 ولا بسرعه 40؟ المفروض 50 صح؟ لا، اللي ببدا اخش بيه هو السرعه النهائيه، اول رقم كده بخش بيه هو السرعه النهائيه اللي انا وصلت لها في الاخر. تمام ماشي. يبقى انا وصلت بسرعه 40 واروح للسرعه اللي في الاول اللي هي ال 50. 50 وامشي بعد كده هوريزونتال وشوف انت ضربت هنا في كام. تمام ماشي. تمام. شكرا. طيب لو انا قلت لك ان السي او عملنا فيه الخطوات دي، هل صعب عليك بقى ان انت تحسبه للان او او للاتش سي؟ نفس الخطوات بالظبط، خلاص مفيش اي تغيير. التغيير كله انك بتروح للتشارت مختلف فارقامه مختلفه. اوعى تشتغل على نفس التشارت طبعا، اوعى تغلط الغلطه دي عندك في السلايدز وبرضه هيجي لك في الامتحان. ادي ده تشارت اهو مثلا للسي او، لو نزلت كده شويه هتلاقي تشارت بتاع اكسيدات النيتروجين اهو، ولو نزلت تاني هتلاقي تشارت تاني بتاع الهيدروكربونز. حتى اشكال التشارت هتلاقيها مختلفه، والريت بتاع الايدل اللي بيتكتب فوق ده بيكون مختلف. فبالتالي طبعا ركز انت في اي تشارت، مش كل التشارت بتنفع لكل الغازات، كل غاز منفصل ليه التشارت بتاعه. طيب عشان كده قلت لك ان السؤال ده ميزته وميزه الدرجات بتاعته ايه؟ لو بتعرف تحل غاز واحد فهو اصلا السؤال بيبقى مكرر كذا مره. فشوف انا دلوقتي بعرف احل السي او، فبالتالي هعرف احل الان او اكس وهعرف احل الاتش سي. فانت لو بتحل تلت السؤال يبقى غصب عنك هتعرف تحل السؤال كله. حد عنده اي مشكله كده؟ هو السؤال اصلا يا باشمهندس كان طالب ايه؟ السؤال هنا بيقول لك احسب كميه كل من، وبيبدا يطلب منك بقى ايه الغازات اللي هو عايز كميه الاميشنز بتاعتها. وانا كده حسبت كميه الايميشن اللي هو التوتال، الرقم التوتال كل حاجه من انا بحسبها من دول دي ايميشن. التوتال ده عشان لو انا عايز اتكلم بقى عن السي او كله على بعضه يبقى ده التوتال ايميشن بتاعه. ما انا مش هينفع مثلا لما حد يقول لي ايه هي كميه السي او في الطريق بكام مثلا، مش هينفع اقول له السي او لما العربيه بتكون هتقف بيبقى كذا، والسي او لو العربيه هتفرمل من كذا كذا بيبقى كذا. لا، بدي له رقم توتال عشان يقدر يدرك هو الرقم ده كبير ولا صغير. تمام. اللي سأل السؤال فاهم كده ولا ايه؟ تمام. تمام. طيب حد عنده اي اسئله كده في جزئيه الاميشنز؟ انا كده خلصت جزئيه الاميشنز. لا تمام يا باشمهندس. تمام. طيب نخش على الجزء الثاني اللي هو ايه؟ الجزء الثاني بقى، طب افرض انا العربيات عندي ماشيه بسرعه ستيبل،
لو ماشي بسرعه ستيبل مش هنطلب منك حساب الملوثات، فكده جزئيه الملوثات هتخرج من السؤال خلاص لو العربيه ماشيه بسرعه ستيبل. امال ايه اللي هيخش معايا بقى؟ هحتاج احسب استهلاك الوقود. يبقى تاني لو احنا شغالين بكونستنت سبيد مش هتلاقي في جزئيه ملوثات، هتلاقي نفسك بتحسب استهلاك الوقود بس. لو انت فكرت جوه التشارت، احنا ما بنخشش جوه التشارت ب V1 و V2 بيساوي بعض، يعني عمرنا ما بنعمل الحركه دي، فبالتالي انسى خالص ان احنا نشتغل على الكونستنت سبيد. طيب الكونستنت سبيد عشان نحسب لها الايميشنز ليها تشارتس ثانيه خالص، فبالتالي انسى بقى خلاص، اقفل باب الايميشنز ده وهنروح لباب جديد اسمه الفيول كونسامشن. ده الجزء الثاني من الدرس. طيب الفيول كونسامشن ده بحسبه ازاي؟ ده بقى ده اسهل من اللي فات بكتير، يعني لو اللي فات سهل فده اسهل منه بمراحل. ده عباره عن ايه؟ بخش في قانون واحد بس اعوض فيه. الفيول كونسامشن بتاعي بيساوي K1، ده ريت اوف رولينج ريزيستنس. يعني ايه ريت اوف رولينج ريزيستنس؟ يعني فاكتور كده بيعبر عن مدى استهلاك الوقود في حاله العربيه وهي بتعمل فريكشن بقى مع الطريق، سواء بقى بتعمل رولينج داون او رولينج اب على حسب هي ماشيه في الطريق طالع ولا نازل. بضرب الفاكتور ده او الريت ده بضربه في الديستنس، تمام؟ طيب زائد K2 ده ريت اوف ميكانيكال ريزيستنس. ايه الريت اوف ميكانيكال ريزيستنس ده؟ كده الحاجات دي مش مطلوب منك تعرفها يعني، بس يعني الريت اوف ميكانيكال ريزيستنس ده البارتس بتاعت العربيه لما بتيجي تفرمل بيحصل احتكاك كده داخلي ميكانيكي جوه العربيه يعني، بالتالي الاحتكاك ده بيزود استهلاك الوقود، ليه ريت في استهلاك الوقود يعني. المهم ان الريت ده بنضربه في التريب تايم. يبقى من الاخر كده بضرب K1 في الديستنس وبضرب K2 في التريب تايم. طب يهمني ايه في الموضوع ده؟ يهمني K1 وده رقم جيفن خلاص، تمام. K2 رقم جيفن برضو. طب الديستنس بيديها لك جيفن، طب التريب تايم بيديها لك جيفن. امال فين المشكله؟ انا ما اتعودتش على الحنيه دي، المشكله فين؟ كل اللي بيحصل معاك بس ان بيكون في انك لازم تخلي بالك من اليونتس بتاعتك وانت بتحسب، فبالتالي الK1 بيجي لك رقم جيفن بالملي لتر بير كيلومتر، والK2 بيجي لك برضو بالملي لتر بس بير سكند. التريب ديستانس طالما انا هنا K1 بالملي بير كيلومتر يبقى لازم الديستانس تبقى بالكيلومتر. طيب ماشي، طالما K2 بالملي لتر بير سكند يبقى لازم التريب تايم تحولها لي للسكند، ودي خادعه شويه لانه في الغالب بيقول لك ايه زمن الرحله ساعه نص ساعه، مش هقول لك الرحله خدت مني كام ثانيه، محدش بيتكلم بالثواني في زمن الرحله، بس هنا هتخش جوه السؤال ده وانت جايب الكي 2 بالملي بير سكند يبقى لازم التايم التريب تايم لازم يبقى بالسكند هو كمان. طيب بالنسبه للكي 1 وكي 2 ارقام جيفن بتجي لك من الجدول ده ومعتمده على نوع العربيه ومش حفظ، يعني هي بتجي لك غالبا على طول بيجي لك التيبل ده كده. طيب حلو قوي، بس كده يعني هنبدا نحل على كده خلاص. بس كده السؤال ممكن يضيف لك بقى يعني تاتش بسيط كده بيختبر معلوماتك في الترافيك بسيط عشان يبقى السؤال بس فيه كونتنت يعني ينفع يتحل، لو جبنا لك السؤال كده هو دايركت ده مجرد تعويض مباشر. طيب تعالى نشوف كده ايه الفكره اللي ممكن تضاف عشان السؤال ده يبقى ايه يعني في حاجه تتحل يعني. تعال نبص الاكزامبل ده بيقول لك ايه. بيقول لك انا عندي 52680 عربية ماشيين على الطريق، فيكل لسه مش عارف ايه نوع الفيكل بس هم العدد ده من الفيكلز يعني المركبات. طيب الديستنس اللي المركبات دي ماشياها ماشية 10 كيلومتر. طيب بيقول لك ان ناويين نعمل سياسة كده ان احنا هنشيل 10% من المركبات الخاصة، هنشيل 10% من المركبات الخاصة وهنحولها الى ميني باص. احسب انخفاض حجم المرور واحسب انخفاض استهلاك الوقود. عايز اعرف لما اخد قرار زي ده، قرار بتخفيض المركبات 10% من مركبات خاصه واحولهم الى ميني باصات، لما اخد قرار زي ده هل فعلا المرور عندي هيقل وهل فعلا استهلاك الوقود هيقل ولا لا؟ الجيفنز اللي معايا ايه؟ اداك التيبل ده في برسنتج بتاع البرايفت كار والميني باص قد ايه، وفي التريب افريج تايم لكل نوع منهم، لان طبعا زمن الرحله مش ثابت على لو راكب عربيه غير لو راكب ميني باص، زمن الرحله اكيد في المواصلات بيبقى اكبر شويه. والكي 1 والكي 2 مديهم لك جيفن، دول من التيبل اللي فات اللي انا لسه موريهولك.
ومديك حاجه اسمها فيكل اوكيبانسي وهنشوف هنستخدمها ازاي. طيب سؤال وعايزكم تجاوبوني عليه كده، لو انا قلت لك ان انا عندي 1000 عربيه ماشيين على الطريق برايفت كار وعايز ابدلهم باوتوبيسات، هل هيبقوا 1000 اوتوبيس برضو؟ طب هيبقى اقل ولا ازيد؟ لا هيبقى اقل او بالظبط هيبقى اقل، منطقي لان الاوتوبيس بيشيل عدد افراد اكتر من العربيه. فبالتالي لو انا شلت 1000 عربيه كان كل عربيه منهم شايله شخص ولا اثنين وحطيت مكانهم اوتوبيسات، الاوتوبيس بقى شوف بيشيله من 40 ل 50 واحد مكان على الاوتوبيس اللي بنقعد فيه مش الثاني ده اللي بتبقى طاير من الباب. فبالتالي بقى اكيد الاوتوبيسات بتشيل اكتر من العربيات بكتير. يبقى لو انا هبدل هفك كده العربيات باوتوبيسات اكيد الاوتوبيسات هتبقى عددها اقل كتير. هو هنا احسب انخفاض حجم المرور ده، هو بيسالك عن الجزئيه دي بس، عايزك تقول له هو انا لما اشيل 10% من المركبات الخاصه واحط مكانهم ميني هيطلعوا كام عربيه؟ طب ايه ده مش في المنهج بقى، ده سؤال من بره المنهج. انت احنا متعودين دلوقتي احنا في درس بحسب لك وقود وبحسب لك ايميشنز وبتاع، لا ده سؤال يعني لو جبت واحد في كي جي 1 ترافيك هيعرف يحل. بشيل عدد معين من العربيات وبحوله لميني باصات ومديك بقول لك العربيه بتشيل كام واحد والميني باص بيشيل كام واحد، موضوع بسيط خالص. طيب تعالى كده نمشي بخطوات الحل واحده واحده. بص مقسم لك كل خطوه في لاين لوحده كده عشان ما تتلخبطش. مبدئيا هو كان قال لي في السؤال نسبه العربيات الخاصه 76 ونسبه الميني باصات 7%، انا عايز اعرف ال 76 ده كام وال 7% دول كام عشان نبدا نتكلم بارقام. طيب يبقى اول خطوه اهي، اول خطوه كده ان انا جيت على اعرف نمبر اوف برايفت كارز في الوقت الحالي قبل لسه ما اخد القرار بتاع ال 10% ده، انا عايز اعرف دلوقتي حالا كده عدد العربيات الخاصه قد ايه، فضربت ال 76% دول في ال 52000 مركبه دول، فاداني ان انا عندي دلوقتي كده 40000 تقريبا عربيه خاصه برايفت كار. طيب حلو قوي، عايز اعرف في الوقت الحالي برضو هي الاوتوبيسات قد ايه، يبقى رقم اتنين كده قول لي في الوقت الحالي الاوتوبيسات قد ايه، يبقى ال 7% دول هضربهم في برضو ال 52000 مركبه وشويه، يبقى انا عندي في الوقت الحالي 3688 ميني باص. حلو قوي، هنيجي بقى على الخطوه اللي فيها ايه يعني ب 2 جنيه ترافيك كده. لو انا عايز اخد 10% بقى من ال العربيات البرايفت دي واحولها الميني باصات، قبل بس ما اعمل الخطوه الاخيره دي، انت لو جيت جمعت كده ال 40000 وشويه على ال 36 ال 3600 وشويه دول مش هيجيبوا لك الاجمالي اللي كان موجود اللي هو 52000. ليه؟ لان هي الفيكلز اللي موجوده على الطريق مش كلها برايفت كار وميني باص بس، عندي تراكس وعندي باصز وعندي موتوسيكلات، كل الكلام ده في الاخر انا بسميه فيكلز. فبالتالي انا عندي قسم كده تعالى نسميه اذرز، يبقى انا عندي فيه اذر فيكلز، تعالى نشوف هم بكام على بعض كده. موضوع الاذر فيكلز ده بسيط خالص اهو، خطوه رقم 3، يبقى انا جبت كده ال 52000 فيكل، شلت منهم ال 40000 باسنجر البرايفت كار قصدي، وشلت منهم ال 3600 الميني باص، اتبقى لي 8956 فيكل انا ما اعرفش هم ايه، ودول اذرز كده مع بعض كده. تعالى بقى نخش في التحويله بتاعه ال 10%، ناخد القرار بقى بتاع ال 10% بتاع التحويل ده. طيب عايز اعرف هم 10% عربيات دول لما يتحولوا من الباصات هيبقوا كام؟ اول حاجه اول سؤال مبدئيا كده السؤال اللي هيجي في بالك، هم ال 10% عربيات دول يطلعوا كام؟ يبقى هضرب 10% في عدد العربيات مش في عدد الفيكلز الاجمالي بقى، لا هضرب ال 10% في عدد العربيات بس اللي هم ال 40000، يبقى عدد العربيات اللي في ال 10% دول هم 4004 تقريبا برايفت كار بس. حلو قوي، من غير ما احتاج اقرا بقيه اللاينات اللي موجوده تحت دي، طبيعي لو انا بقول لك ان انا عايز اشيل 4000 عربيه من على الطريق واحط مكانهم ميني باصات، السؤال البديهي اللي انت هتقوله لي هم ال 4000 عربيه دول كانوا شايلين كام بني ادم والميني باص بيشيل كام بني ادم عشان اشوف هفك دول بكام واحد من دول بس، فهو ده اللي انا هعمله في الخطوتين الجايين دول. يبقى الخطوه رقم 5 عايز اعرف هي العربيات دي اللي انا هشيلها دي شايله كام واحد، فيبقى هضرب ال 4004 عربيه الاوكيوبانسي بتاعت العربيه اللي هي 1.8 فهتدي لي 7207 شخص. طب بعد كده عايز احط الاشخاص دي بقى
في مينيباصات. فيبقى هعمل ايه في خطوه رقم 6؟ هقسم ال 7207 شخص دول على الاوكيوبانسي بتاعت المينيباصات، هيديك رقم لازم تقربه بالزياده، هيديك رقم لازم تقربه بالزياده، يبقى هيديني 328 مينيباص. يبقى اخر كلام كده بقى، الوضع الحالي عندي بقى ايه؟ بقى المكونات الطريق عندك، مكونات الطريق عندي بقت ال 300 ال 3688 ميني باص، دول الاساسيين اللي كانوا موجودين في الاول، وزودت انا عليهم من هنا كده اهم ال 328 الجداد ده بعد القرار بتاع ال 10% ده اللي خدناه. يبقى ده كده عدد الميني باصات، زائد في شويه فيكلز اذرز ما جيناش جنبه زي ما هم ال 8900 وشويه دول ما لمسناهمش. طيب زائد في عدد عربيات كان موجود عندي اللي هم ال 40000 وشويه، بس خدنا قرار وشلنا منهم 10%، فهعمل ماينس ال 10% اللي شلناها. يبقى ده كده، ده كده النمبر اوف فيوتشر فيكلز. حد عنده اعتراض على اللاين ده كده؟ حد مش فاهم طيب اللاين ده كده ازاي؟ باشمهندس قول لي ممكن تاني؟ تاني بس ما تسرحش لان الموضوع بسيط قوي. انا بكتب من ورا حضرتك مش سرحان. ماشي تاني من الاول كده. الخطوه رقم واحد برايفت كارز، عايز اعرف هم كام عربيه. فضربت ال 76% ضربتهم في اجمالي المركبات اللي عندي، فعرفت 76 دي 76% دي جيفن جيفن جبن عندي. فضربت 76% في ال 52000 وشويه مركبه دول، عايز اعرف هو كده البرايفت كارز قد ايه. فعرفت ان البرايفت كارز عندي 40000 وشويه برايفت كار. بعد كده عايز اعرف الميني باصات عندي على الطريق قد ايه. ضربت ال 7% اللي هي نسبه الميني باصات الجبن، ضربتها في 52680 اللي هو عدد المركبات الاجمالي، اداني 3688 ميني باص. يبقى ده عدد الميني باصات الحالي. طيب هل مجموع البرايفت كارز كده والميني باصات ده بيكون 100% من الطريق؟ لا، ده 76% و7% بس، فواضح كده ان لسه في حاجات ثانيه على الطريق ماشي معانا كائنات اخرى. طب اللي هم ايه؟ ما يهمنيش انا، بس يهمني عددهم. فمسكت التوتال اللي هو 52680 مركبه، طرحت منه عدد العربيات الخاصه اللي هو 40036 عربيه دول، وطرحت منه عدد الميني باصات اللي هو 3688 ميني باص، فبقى لي 8956 مركبه. ايه نوع المركبات دي؟ معرفش، هو مش عايز اعرف، مش فارق معايا. بعد كده هشوف بقى، هاخد القرار بقى بتاع ان انا اشيل 10% من العربيات واحط مكانهم اتوبيسات ميني باصات. عايز اشوف القرار ده بقى هيقلل العربيات هيخليها كام، وهيزود الميني باصات هيخليها كام. ففي الاول كده نمبر اوف ريموفد كارز اللي هي خطوه رقم 4 عباره عن 10% مضربهم في عدد العربيات الاجمالي، العربيات برايفت كارز مش الفيكلز، لا برايفت كارز. فضربت 10% في 40000 وشويه اداني تقريبا 4004 برايفت كار. عايز اعرف بقى في الخطوه رقم 5 و6 هم ال 4004 برايفت كار دول افكهم بكام ميني باص. فالاول اشوف ال 4004 دول بيشيلوا كام بني ادم. يبقى الخطوه رقم 5 4004 هضربها في اوكيوبانسي العربيه اللي هي 1.8، فيبقى ال 4004 عربيه هيشيلوا 7207 شخص. 1.8 جيفن؟ نعم 1.8 دي جيفن برضو؟ اه الاوكيوبانسي جيفن، سواء للعربيه او الميني باص. بعد كده خطوه رقم 7 6، عايز اشوف ال 7207 شخص دول هندخلهم بقى في كام ميني باص. فيبقى هقسم 7207 على 22 ميني باص، 22 بيرسون بير ميني باص اللي هو الاوكيوبانسي بتاعت الميني باصات. فعرفت ان ال 7207 شخص دول ينفع ادخلهم في 328 ميني باص. فيبقى كده عايز اعرف بقى، هو انا بعد ما خدت القرار بتاع ال 10% ده بقى اجمالي الفيكلز اللي عندي على الطريق كام؟ فروحت بقى لللاين ده اللي هو اللاين رقم 7. اللاين ده بيقول ايه؟ بقول لك ان الاول بحسب الميني باصات اللي هم 3688 وزودت عليهم الجداد بقى اللي جايين نتيجه القرار بتاعي اللي هم 328، زائد الاذر فيكلز اللي انا كنت حاسبها فوق ومحدش جه جنبه اللي هم ال 8956، زائد الباسنجر كارز اللي هم كانوا 40000 وشويه بس انا خدت قرار وشلت منهم 10%، فهعمل ماينس 4004 عربيه.
يبقى اجمالي الفيكلز دلوقتي على الطريق في الفيوتشر ده بعد القرار ده انا خدته ده 49004 فيكل. هو السؤال اصلا كان طالب منك ايه؟ كان بيقول لك احسب لي نسبه انخفاض الترافيك. اهي نسبه انخفاض الترافيك، يبقى دي كده الخطوه رقم 8، نسبه انخفاض الترافيك تساوي الرقم الاولاني البيفور ماينس الافتر على البيفور. يبقى ايه بقى برسنتج بحسبها؟ بيفور ماينس افتر على البيفور. يبقى البيفور الطريق كان عليه 52000 وشويه مركبه، ناقص الافتر بعد القرار بقوا 49000 وشويه مركبه على البيفور اللي هو 52000 وشويه، وضرب الكلام ده في 100 يديني نسبه انخفاض ترافيك تساوي 7%. تمام كده يا شباب؟ هل السؤال كان خلص لحد هنا؟ لا، هو قال لي حاجتين. بص طلب مني ايه؟ طلب احسب انخفاض حجم المرور، وده اللي انا حسبته خلاص. وخلي بالك ده كده مش جديد عليك، يعني ده اي حد معانا في كليه هندسه يعرف يحسبه. الجديد بقى اللي هو محتاج القوانين بقى وتفهم يعني ايه كي 1 وكي 2 والكلام ده، هو استهلاك الوقود. يبقى هو ده الجزء الجديد اللي داخل عليه، استهلاك الوقود ده اللي من المنهج بقى. يبقى السؤال بس طول سنه عشان جزئيه احسب انخفاض حجم المرور ده، بس الطبيعي بقى هو الجزئيه اللي جايه دي اللي هو لما يقول لك ايه احسب انخفاض استهلاك الوقود. عشان احسب انخفاض استهلاك الوقود هعمل ايه؟ هحسب هو استهلاك الوقود كام اصلا؟ وبعد كده هشوف هو بقى كام؟ طب سؤال ليكم وانتوا قدامكم الصوره اللي قدامكم دي، هل استهلاك الوقود للعربيه زي للميني باص؟ اه او لا؟ ولو اه ليه؟ ولو لا ليه؟ علل الاسئله اللي بنهرب منها دي. حد يفكر معايا كده، هل استهلاك الوقود للبرايفت كار والميني باص هو هو ولا مختلف؟ طب تعالوا نرجع تاني للمعادلة. دي الميني باص اكبر. مش هتكلم دلوقتي في مين اكبر ومين اقل، بس نتيجة المعادلة دي ايه اللي في المعادلة دي مختلف في البرايفت كار عن الميني باص؟ الكي 1. الكي 1 مختلف في الجدول فعلا، هل الكي 1 بس؟ كي 2. وكي 2 صح. طب وكي 2 بس؟ هو اكيد التريب تايم برضه هيتغير صح؟ بالظبط، ده كمان التريب تايم مختلف، ده مفيش اي حاجه ثابته تقريبا الا الديستنس اللي هم بيشوفوا. الديستنس بس. اه يعني هو ثبت لك الديستنس اهو في اول السؤال ب 10 كيلو، اي حاجه ثانيه غير الديستنس مختلفه. فبالتالي اكيد الفيول كونسامشن من المعادله دي لما اعوض بارقام البرايفت كار مره ولو معوض بالميني باص بره، هنا غير هنا اكيد، صح ولا لا؟ مظبوطه. طيب يبقى اللي هيحصل ايه؟ ان انا هحسب البرايفت كار قبل القرار وبعد القرار، وهحسب الميني باصات قبل القرار وبعد القرار بتاع ال 10% ده، وفي الاخر هقول هو الاستهلاك انخفض قد ايه. فهمتوا كده كونسبت السؤال؟ طيب لل 10% بس ولا بعد قرار 10%؟ لا لا، بعد يعني قبل قرار 10% وبعد قرار 10%. طب السؤال هيجي في بالك هنا للنمبر اوف فيكلز كله، مش نمبر اوف فيكلز كله، للدول بس، لان انا معيش للاذرز، معيش كي 1 وكي 2 والكلام ده، فانا مش هعرف احسب الا للبرايفت كار والميني باص بس. بعد كده 10% النمبر اوف فيكلز هضربه في 76 برضه و7% واشوف برضه كي 1 وكي 2 ليهم ما يبقى الدنيا صح؟ يعني في غلط بسيط هراجع معاك دلوقتي الكونسبت هقوله لك كده. اللي حاصل ايه؟ ان انا عندي عدد معين من العربيات قبل القرار وعندي عدد معين من الميني، هحسب لهم الاستهلاك بتاعهم. هل بعد القرار لسه عدد العربيات والميني ثابت؟ لا، اتغير، العربيات قلت والميني زادت. فبقول لك بقى ده في ناحيه قلت وناحيه زادت، اجمالي البنزين بقى حصل له ايه؟ هو ده اللي لسه انون بقى، هنخش ونشوف هل اجمالي البنزين قل ولا زاد نتيجة قرار زي ده. طبعا هو مغششك في السؤال، بيقول لك احسب نسبة انخفاض استهلاك الوقود، فاحنا خلاص عارفين ان اللي هيحصل ان انا هلاقي الوقود استهلاكه قل، بس عايزين بقى نحسب كمية او البرسنتج بتاع القللان ده قد ايه. تعالى كده نروح ل الاجابة بتاعتنا.
احلى حاجه في موضوع الفيول كونسامشن ده ان هو قانون واحد، احنا يعني هنفضل بس ايه تثبت القانون كده على الكالكوليتر وتقعد تغير في الارقام اللي انت بتدخلها. طيب بالنسبه للبرايفت كار، اول حاجه كي 1، كي 1 بتاعتنا لو تفتكر كانت للعربيات البرايفت ب 111، بس ال 111 ده حد يفكرني باليونت كده كانت ايه؟ كي 1 اليونت بتاعتها كانت ايه؟ تبقى ميل بير لتر بير كيلومتر. نرجع تاني، كي 1 كانت ملي لتر مش ميل، ملي لتر بير كيلومتر، تمام؟ طيب تمام. اللي هيحصل ايه بتاع، انا وانت بالشرط انك تلتزم بالكلام ده، انا هقسم على 1000 عشان احل السؤال كله باللتر. طب ليه احل السؤال باللتر؟ عشان الارقام ما تكبرش قوي. انا عمال اتكلم بقى على عربيات بتستهلك كام ملي لتر، ده هيطلع رقم مهول، فبالتالي هقسم على 1000 عشان ابقى بتكلم باللتر. فاللي حاصل هنا اني خدت الكي 1 وقسمتها على 1000 عشان تبقى اليونت بتاعتها زي ما انا معلم لك كده، يبقى لتر بير كيلومتر بدل ما هي ملي لتر بير كيلومتر. طيب وبضرب الكي 1 في الديستانس، فالديستانس بتاعتي هي 10 كيلو رقم ثابت، زائد كي 2، كي 2 1.045 ده للبرايفت كارز، قسمتها برضو على 1000. ليه؟ عشان يطلع لي اليونت بتاعتي تبقى لتر بير سكند. طيب حلو قوي، هضربها في ايه؟ في التريب تايم او التريب ديوريشن. طب التريب ديوريشن بكام؟ هو كان قال لي في السؤال العربيه الخاصه بتاخد 10 دقائق، وانا زي ما قلت لك هنا في تريكه بسيطه كده ان التريب تايم ده بنخشه بالثواني، فيبقى هضرب 10 دقائق في 60 عشان اجيبه بالثواني. اضرب بقى كل الرقم ده كده مع بعضه، هتلاقي ان العربيه الواحده، خلي بالك اللي انت بتجيبه ده ايه، ده 41 برايفت كار، يبقى العربيه الواحده بتستهلك في الحته اللي انا درستها دي 1.74 لتر للعربيه الواحده. طب انا قبل القرار عندي كام عربيه برايفت كار؟ عندي 40000 وشويه عربيه اللي هو الرقم ده، يبقى هضرب ال 1.74 في عدد العربيات، يبقى كده انا عرفت البرايفت كارز عندي قبل ما اخد القرار بتاع ال 10% ده بيستهلكوا قد ايه بنزين. يبقى ده كده اجمالي استهلاك البنزين للبرايفت كار قبل القرار بتاعي. تعال نحسب الكلام ده تاني بس للميني باص. كل اللي هيحصل ايه؟ ولا اي حاجه، هغير بس الارقام اللي هتتغير، الفاريبلز دول. بالنسبه لكي 1 هحط الكي 1 الجديده اللي هي بتاعت الميني باصات دي بتكون جيفن اصلا، وقسمت على 1000 عشان هي اخليها باللتر. طيب هضربها في الديستنس، الديستنس ثابته خلي بالك، هم ال 10 كيلو. طيب زائد كي 2، كي 2 جيفن اصلا، قسمتها بس على 1000 عشان تبقى باللتر. طيب هضرب الكلام ده في التريب تايم، التريب تايم خلي بالك هنا مختلف، الوقت في المواصلات العامه بيبقى اطول شويه، فيبقى 24 دقيقه ضربتهم في 60 عشان يبقى بالثواني، يبقى طلعت في الاخر رقم للميني باص الواحد، عرفت ان الميني باص الواحد بيستهلك 1.6. طب هو انا عندي ميني باص واحد على الطريق؟ لا، انا عندي 3688، ده امتى؟ ده قبل القرار، ها خلي بالك قبل القرار بتاع 10%، يبقى 3688 هضربها في 1.6 يديني اجمالي كده استهلاك الوقود للميني باصات 5900. طيب يبقى لو انا عايز اجيب رقم اقول لك استهلاك البنزين عموما بقى على الطريق ده قبل القرار بتاعي كان عامل ازاي، يبقى اهو ركز كده في دي بقى، يبقى التوتال كونسامشن بتاعي في الوقت الحالي قبل ما اخد القرار بتاع 10% بيساوي استهلاك العربيات زائد استهلاك الميني باصات، يبقى اجمالي كده عندي 75000 لتر بنزين تقريبا بيستهلك في المنطقه اللي انا درستها. حد عنده سؤال هنا؟ واضحه تمام يا شباب؟ لا واضحه يا باشمهندس. طيب قبل ما انزل اكشف الانسرز، هو ايه اللي هيتغير لما اخد القرار بتاع 10% من الارقام الكتير اللي انا استخدمتها دي؟ يعني هو التريب تايم، تعال نمسكها واحده واحده. كي 1 هتتغير ولا لا؟ اه كي 1 اه هي الكي 1 ده فاكتور بيعبر عن ايه؟ ده فاكتور للعربيه. هو انت غيرت نوع العربيه؟ لا، يبقى كي 1 ثابته ما اتحركتش. تمام. طب الديستنس، احنا بندرس نفس المنطقه اللي احنا بندرسها اللي هم 10 كيلو اياهم، مفيش تغيير.
طب K2 ده برضو فاكتور ليه علاقة بنوع العربية، احنا غيرنا نوع العربية اللي بندرسها. طيب التريب تايم، هل العربيات بقت اسرع او ابطأ وانا جبت لك سيرة اي حاجة من كده، ولا لسه التريب تايم زي ما هو؟ لا ثابتين. يبقى المعادلة دي كل الحاجات اللي انا معلم عليها بالازرق دي زي ما هي، الرقم الوحيد اللي هيتغير هو اللي انا معلم عليه بالاحمر ده، اللي هو عدد العربيات اللي انا بضربه في الرقم اللي انا بطلعه من المعادله، وبيديني عدد لترات في الاخر اللي هو ال 40,000 ده، هو ده اللي هيتغير. مظبوط كده؟ يبقى انا تعالى بقى ننزل تحت كده للفيوتشر بقى، هنتكلم عن الفيوتشر. 1 بوينت بالنسبه بقى للبرايفت كارز، انا عارف ان الريت بتاعي خلاص 1.74 ده انا مطلعه من فوق، 1.74 ده لتر العربيه الواحده. هضربه في كام؟ هضربه في عدد العربيات في الفيوتشر اللي هو كام؟ اللي هم ال 40,000 بتوعي دول، بس بعد ما خدت القرار وشلت منهم 10% هيساوي 62 وشويه كده 1000 لتر. طب تعالى نشوف الميني باصات، خلي بالك الميني باصات زادت. يبقى الميني باصات عندي 1.6 ده الريت بتاع الميني باص الواحد، هضربه في عدد الميني باصات اللي هو كام؟ 3688 برضو، بس زائد شويه الميني باصات بقى اللي جولي لما ايه؟ لما خدت القرار. فهيلاقي ان الاجمالي بتاعهم 6426 لتر. يبقى اجمالي بقى استهلاك الوقود في الفيوتشر كام؟ الرقم الاولاني زائد الثاني هيديني 69,000. يبقى في الاخر عايزك تحسب لي هو انا كده وفرت بنزين قد ايه؟ يبقى تاخد الرقم اللي خلينا بقى نسميه كده 1، ونسمي اللي تحت ده كده 2، هم دول ايه اهم رقمين في السؤال، هو ده اللي انا بدور عليهم اصلا 1 و 2 دول. يبقى هتاخد 1 ماينس 2 على 1 وتضربه في 100 وتشوف طلع لك انخفاض بنزين بنسبه قد ايه. يبقى احنا عملنا كده انخفاض بنزين بنسبه 9%. يبقى هو ده اللي احنا بنعمله في الحقيقه. لو انا عايز اخد اي قرار لازم اشوف تداعيات القرار ده ايه. فانا كده حسبتها مع نفسي، لقيت ان الترافيك عندي على الطريق هيقل بنسبه 7% واستهلاك الوقود عندي على الطريق هيقل بنسبه 9%. حد مش فاهم السؤال؟ تمام الدنيا واضحة؟ مظبوطة واضحة يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. حد عنده أي سؤال؟ ولا كده خلاص تمام؟ تسلم. تمام.